اليوم حنحكي عن المكون السحري بالعناية بالبشرة، الفيتامين سي. الفيتامين سي معروف انه بيفتح البشرة، بيشيل كل شيء تصبغات على البشرة، كل هالبقع الخام اللي ما بتروح بتخلص منها، كما انه بيحمي بشرتنا من الاشعة الشمس الفوق البنفسجية يلي بتأدي للعمر المكبر للبشرة، يعني كمان بينتج الكولاجين للبشرة. بس تخلصوا هذا الفيديو حتتعلموا كيف فيكن تلاقوا احسن نتيجة مع الفيتامين سي، كيف فيكن تعرفوا اذا منتج الفيتامين سي تبعكن اكسد او لا، يعني عم بيعطي نتيجة او لا، وكيف فيكن تعرفوا اي نسبة مناسبة لبشرتكن. قبل ما نبلش، انا جوزف، انتو على سكينفيتس. سكينفيتس هي مجموعة تمارين بعملها على السوشيال ميديا لحتى اعلمكم كيف فيكم تبسطوا بشرتكم لاحسن محل. اذا بهمكم هذا الموضوع اكبسوا على سبسكرايب، وكمان اكبسوا على الجرس لتعرفوا بس نزل كل فيديو جديد. تعالوا نحكي عن الفيتامين سي. اولا شو هو الفيتامين سي؟ بس تطلعوا على اي منتج مفروض يكون فيه فيتامين سي، دوروا على شيء اسمه لاسكوربيك اسيد او اسكوربيك اسيد، هودا اثنين يعني نفس الشيء. الفيتامين سي او الاسكوربيك اسيد هو اكثر مضاد للاكسده، في وراء بحوث ودراسات انه بيعطي نتائج فعاله، فما تخافوا انه عم بحكي ما حيعطي معكم نتيجه، لانه في كتير عالم لقوا نتيجه واكيد علميا معروف انه حيعطي نتيجه. حبلش الفيديو بكم نقطه مهمه عن الفيتامين سي لازم تعرفوها، انه هذا الشيء بساعدكم تعرفوا شو هن النتائج بالضبط تبع الفيتامين سي، وشو المفروض توقعوا منه، وكيف المفروض تستعملوا. اهم نتيجه بتلاقوها مع الفيتامين سي هي تفتيح البشره. فإذا أنتم بتعانوا من الحبوب وبتركوا الحبوب وراهم بقع غامقة، الفيتامين سي بيفتح هالبقع وبيخلي البشرة تصير لونها متوحد، ما بقى يصير عندكم تصبغات بالوجه، وكمان بيساعد إذا عندكم أي ضرر من الشمس بشرتكم كمان بيفتحها وبيخلي البشرة تصير لونها موحد. كمان الفيتامين سي بيشد البشرة وبيخلي كل شيء تجاعيد، كل شيء خطوط خفيفة تخف، لأنه بيساعد البشرة تنتج كولاجين زيادة لحتى تضلها مشدودة ويخفف العمر المكبر للبشرة. إذا استعملتوا الفيتامين سي تحت واقي الشمس تبعكم، حيساعد واقي الشمس يحميكم من أضرار الشمس، أضرار الأشعة الفوق البنفسجية، بس أكيد لحاله ما بينفع، لازم نستعمله مع واقي الشمس. كما أنه بيحمي بشرتنا من البيئة، من التلوث في البيئة اللي حوالينا، بخليها تحلي حالها من كل هالستريس اللي حواليها. أنا شخصياً الفيتامين سي ساعدني بشغلتين. أول شيء ملمس بشرتي، كانت كتير خشنة قبل، صارت هلا كتير ناعمة، كل ما حدا يبوسني على خدي يقول لي بشرتك مش معقول شو ناعمة. ثانياً كان عندي مشكلة تصبغات بشرتي اللي هي من الحبوب، كان يطلع لي كتير حبوب وكان يتركوا أثار وراهم، وهذا الشيء الفيتامين سي حل لي. عند استعمال الفيتامين سي أو الأسكوربيك أسيد بتحسوا إنه في شوية تنميل على البشرة، بتحسوا إنه عم تنقز بشرتكم شوي، وهذا الشيء طبيعي بس لكم ثانية لكم دقيقة حسب قد أنتوا جداد بالفيتامين سي، بعد فترة بتخف ما بقى تحسوا بهذا الشعور. بس إذا أنتوا ما عم تحملوا أبداً الفيتامين سي، إذا عم يدلوا هذا الشعور مثل التنميل أو الحرق على البشرة، يعني بشرتكم بتحسس على الفيتامين سي، يعني ما بيناسبها، لازم تستعملوا شيء تاني غير الأسكوربيك أسيد. إذا أنتوا من هود العالم يلي ما بيناسبهم الفيتامين سي النقي الأسكوربيك أسيد، لازم تستعملوا مشتقات الأسكوربيك أسيد، وهيدي بتكون بتشتغل بطريقة أبطأ على البشرة، بتشتغل بطريقة أنه ما تضايق البشرة. بس إذا بدكم فيديو خصوصي عن هذا الموضوع خبروني بالكومنتس تحت، حتى إذا لقيت أنه في طلب على الموضوع تعملكم فيديو خصوصي لكم. إذا حسيتوا أنه بشرتكم ما تضايقت على الفيتامين سي، ما حسيتوا أنه عم تحرق أو أنه عم تضايق، بس طلعتكم حبوب، هيدا الشيء طبيعي عند أول استعمال، وهيدا الشيء مع استعمال أي مكون نشط لأول مرة حيصير معكم هيدا الشيء، لأنه حيشيل كل شيء حبوب تحت البشرة، حيطلعها لبرا حتى ينظف المسام من جوا. في عالم بتخاف وبتوقف استعماله دغري بس يصير معها حبوب، بس حرام، لازم يكون عندكم شوية صبر، انتروا بس هالجمعتين لحتى يطلع كل شيء كان جوات البشرة، وبعدين بتلاقوا النتائج الفعالة تبع الفيتامين سي. في شغلة كتير عالم تختلف عليها، هي استعمال الفيتامين سي هل بالنهار أو بالليل أحسن، وأنا شخصيا بقلكم ليه بعتبر أنه بالنهار أحسن. يلي بقلكم أنه إذا استعملتوا الفيتامين سي بالنهار بيتأكسد على الشمس، هيدا الشيء غلط، الفيتامين سي ما بيتأكسد على الشمس. بس الفوائد تبع استعماله بالنهار احسن من استعماله بالليل، انه مثل ما قلت لكم بيساعد واقي الشمس تبعكم يحميكم من اشعه الشمس الفوق البنفسجيه، فليه انا بدي استعمله بالليل اذا انا بيجيني فوائد اكثر من استعماله بالنهار، اذا بيفيدني انه بيحميني من كل العوارض الخارجيه، بيحميني من التلوث، لازم استعمله بالنهار. في كتير عالم ما بيحبوا يستعملوه بالنهار لانه بحسوه ثقيل على وجههم، خاصه اذا كان نسبه الفيتامين سي اعلى من غيره، فمش هيك بيستعملوه بالليل. انتو جربوا استعملوا بالنهار، اذا ما نسبكم استعملوا بالليل. يلي بوصلنا لسؤال، اي نسبة فيتامين سي لازم انا استعمل؟
اول شيء لازم تعرفوا انه ما تشتروا سيروم فيتامين سي الا اذا كانوا حاطين على الباكج تبعهم قد ايه نسبه الفيتامين سي. اذا الشركه ما عم تخبركم قد ايه في فيتامين سي بالمنتج تبعها، ما بفهم ليه معقول اشتري هذا البرودكت، ليه معقول انا اشتري فيتامين سي وانا ما عارف شو هي النسبه تبعوله. فلازم دائما تهتموا انه تعرفوا قد ايه نسبه الفيتامين سي. اذا حبيت تستعملوا منتج فيتامين سي مش معروف قد ايه نسبته وبتكون تعرفوا اذا فعال او لا، فيكم تطلعوا على لائحه المكونات. إذا كان الأسكوربيك أسيد من أول المكونات أول 3 أو 4 يعني تكون نسبته عالية يعني فيكم تستعملوه، أما إذا كان بآخر المكونات أو بنصهم يعني حيكون في نسبة كتير قليلة من الفيتامين سي ما حتلاقوا النتيجة اللي بتكون إياها منه. الشركات اللي ما بتخبركم قد نسبة الفيتامين سي بمنتجاتها هذا بعتبره شيء ما بيوحي بالثقة، لأنه لازم نعرف قد عم نحط فيتامين سي على وجهنا تنعرف شو بدنا نلاقي نتيجة معينة. هلا كيف في أعرف شو هي نسبة الفيتامين سي مناسبة لإلي؟ إذا أنتوا تحت الـ 25 أو أنتوا مبتدئين بالفيتامين سي بنصحكم بلشوا بالـ 5-10%، هيدا بيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها كابتدائي حتى نبلش بالفيتامين سي نشوف النتائج الأولية تبعوله. إذا أنتوا فوق عمر الـ 25 فيكم تستعملوا نسبة بين 10-15%، هيدا النسبة بتساعد البشرة أن تنتج الكولاجين الزايد وبيحمي من العمر المكبر للبشرة. اما اذا انتم عندكم مشاكل كتير بتصبغات وبقع على غامق على الوجه فيكم تستعملوا بين 15-20%، واذا حسيتوا انه هيدا الشيء كتير قوي على بشرتكم فيكم تستعملوه بس على النقط المعينه اللي بتحسوا فيها لازم تفتح شوي. اخبركم هلا شو هي اكبر مشكله بالفيتامين سي، وهي انه هو مكون غير مستقر، يعني انه عنده مشاكل ما بيداين بسرعه، دغري بيتاكسد. واذا تاكسد الفيتامين سي تبعكم يعني ما بقى ينفع، ما بقى له اي عازي، عم تحطوا شيء ما بينفع على وشكم يمكن يضرب وشكم كمان. وهيدي مشكله الفيتامين سي خاصه بدول الخليج انه ما بحبوا يجيبوهم لانه بينتهوا ريحتهم بسرعه، يعني اذا ما حدا اشتريهم راح يستعملهم حيكبوهم، مشان هيك كتير صعب تلاقوا ايام سيروم فيتامين سي يكون فريش. فاول ما تفتحوا منتج فيتامين سي حتعرضوه للضوء وللهواء، هيدا الشيء حيأثر على تكوينته، حيتأكسد بطريقه اسرع وحينتهي صلاحيته، فعليكم انو تستعملوه بشكل منتظم وتخلصوه بسرعه. فكيف في اعرف اذا منتج الفيتامين سي اللي عندي حيكون مأكسد او لا، اذا حيكون عم بفيدني او ما عم بفيدني؟ كيف في اعرف اي سيروم عم بستعمله؟ الاسكوربيك اسيد او الفيتامين سي بيجي هو شفاف ما له اي لون، وبس يبلش يتأكسد بصير يصفر شوي شوي، فكل ما كان السيروم تبعكم فيه صفار زيادة كل ما يكون هو عم ينتهي صلاحيته، كل ما يكون هو عم يتأكسد، ففيكم توقفوا تستعملوه بس يصير لونه كتير أصفر مثل لون لون عصير البرتقال. أما في كم شركة محاتيل بحبوا إنه يلونوا الفيتامين سي سيرومز تبعهم، يعني من أول ما يطلع من عندهم بيكون فريش بس بيعطوه هن لون، بيحطوا له ملون أصفر أو برتقالي حتى يخبوا إذا صار في أكسدة بالتركيبة. وهذه الشركات أنا ما بحب شجعها ولا بحب أشتري من عندها، لأنه لازم واحد يعرف الفيتامين سي تبعوله إذا عم ينفعه أو لا. بما أنه الفيتامين سي بيعتبر مكون غير مستقر، في كتير شركات بيستعملوا معه الفيتامين إي، هذا الفيتامين إي بيساعده يكون مستقر أكتر، وحتلاقوا في كتير سيرمز فيتامين سي بيكون معه الفيتامين إي، كمان عنده منافع أكيد للبشرة بس كمان لحتى يخليه يصير مستقر أكتر. كمان صار في شركات شو بتعمل هلا بتنزل الفيتامين سي مثل باودر، يعني ما حيتأثر بالأكسدة لأنه انتو حتخلطوه فريش، يعني فيكم انتو تخلطوه مع سيروم دغري بلحظتها ويضلوا فريش معكم لا تخلصوا. أكيد حأعطيكم لمحة عن أفضل منتجات الفيتامين سي اللي فيكم تلاقوها بدول الخليج وفيكم تجيبوها كمان أونلاين بفيديو جديد حيكون بعد هذا الفيديو، حيكون تابع لهذا الفيديو لأنه ما يطول كتير عليكم. بالفيديو الجاي هنحكي عن أنواع مختلفة من الفيتامين سي كأنه سيرمز، كريمز، باودرز او ماسكس، هودي كلهم حنحكي عنهم وكيف الفرق بيناتهم وشو هو احسن لكم. هيدا الفيديو حينزل دغري بعد هيدا، فاكيد اكبسوا على الجرس لحتى تعرفوا دغري بس ينزل. اذا حبيتوا هيدا الفيديو واستفدتوا منه بليز اكبسوا على اللايك بتن، وخبروني بالكومنت تحت اي تعليق او اي سؤال عندكم اياه انا حاضر. باي باي.